مرحبا أحبائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. إذا درسنا في مادة النشاط العلمي الوحدة الخامسة، مظاهر الحياة عند الحيوانات. إذا نبدأ بالحصة الأولى، الحيوانات تعيش في أوساط مختلفة. الهدف من هذه الحصة أن أصنف الحيوانات حسب وسط عيشها، أن أصنف الحيوانات حسب المكان الذي يمكنها أن تعيش فيه. إذا نبدأ بوضعية الانطلاق. إذا نلاحظ الصورة جيدا، ماذا نلاحظ؟ نعم، إذا لدينا ليلى وأخوها يشاهدان التلفاز، وليلى تتساءل لماذا لا تعيش هذه الحيوانات في وسط واحد؟ إذا نلاحظ الصورة التي توجد على شاشة التلفاز، ماذا تبين الصورة؟ نعم، إذا تبين الصورة وسطا طبيعيا تعيش فيه الحيوانات. ما هي الحيوانات التي لدينا؟ إذا نعم، لدينا فيل، لدينا نمر، لدينا غزالة، ولدينا أسماك توجد في البحيرة. إذا لماذا لا تعيش جميع هذه الحيوانات في وسط واحد؟ بمعنى، لماذا لا يعيش الفيل في البحيرة مع الأسماك في الماء؟ ولماذا لا تعيش الأسماك في البر؟ إذا لماذا لا تعيش في وسط واحد؟ إذا ألاحظ وأتساءل، أوضح لليلى لماذا لا تعيش هذه الحيوانات في وسط واحد. إذا أحبائي، في نظركم لماذا؟ نعم، إذا ربما لأنها تعيش في الوسط الذي تنتقل فيه بسهولة. نعم ممكن، أو ربما لأنها تعيش في الوسط الذي تتنفس فيه بسهولة. ممكن، أو ربما لأنها تعيش في الوسط الذي يوفر لها تغذية ملائمة. إذا نكتب فرضية واحدة من بين هذه الفرضيات. إذا تعيش الحيوانات في الوسط الذي يوفر لها تغذية ملائمة. إذا نتحقق. ألاحظ الرسم وأملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. إذا نلاحظ الرسم أولا. إذا ماذا يوجد في الرسم؟ إذا لدينا أرنب ولدينا سمكة. إذا نلاحظ الأرنب. إذا العضو باللون الأحمر يسمى الرئة. إذا الرئة، بواسطة الرئة يتم دخول وخروج الهواء. إذا الأرنب يتنفس بواسطة الرئة، والأرنب حيوان بري. إذا جميع الحيوانات البرية تتنفس بواسطة الرئة. نمر إلى السمكة. إذا السمكة، هل هي حيوان بري؟ لا، إنها حيوان مائي تعيش في الماء. إذا ما هو العضو باللون الأحمر؟ نعم، إنها الغلصمة. إذا بواسطة الغلاصم يتم دخول وخروج الماء. إذا تتنفس السمكة بواسطة الغلاصم. ومنها نستنتج أن جميع الحيوانات المائية تتنفس بواسطة الغلاصم. إذا تتنفس الكائنات المائية بواسطة الغلاصم، وتتنفس الكائنات البرية بواسطة الرئة. إذا أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. إذا ما هو العضو الذي يمكن الحيوانات من العيش في وسط بري؟ هل هو الغلاصم أو الرئة؟ نعم أحسنتم، إذا الرئة عضو يمكن الحيوانات من العيش في وسط بري. ما هو العضو الذي يمكن الحيوانات من العيش في وسط مائي؟ إذا الغلصمة. أحسنتم، إذا نمر إلى أستخلص. إذا نستخلص، تعيش الحيوانات في الوسط الذي تتوفر فيه حاجياتها. وهكذا نميز حيوانات برية، أي تعيش في البر، وحيوانات مائية تعيش في الماء، وحيوانات برمائية
أي يمكنها أن تعيش في الوسطين معا، في الماء وفي البر. نعم، إذا أستثمر، أصل بخط كل حيوان بوسط عيشه. إذا لدينا قطة، سمكة، ضفدعة وحصان، ولدينا وسط بري ووسط مائي. إذا أعزائي على دفتر المنزل، ننجز أستثمر، نصل بخط كل حيوان بوسط عيشه. إذا إلى اللقاء.